أبرز 10 أهداف في كأس العالم. نسخة جديدة بتنتظرنا من كأس العالم، والمرة دي لأول مرة هتكون في دولة عربية وهي قطر. كل نسخة بتتلعب بتسيب معاها ذكرى لكل مشجع كورة، سواء فريق كويس أو نجم ظهر أو أهداف مهما كان البطل، لكن ما بيمحيش روعة أهداف البطولة. وحنسترجع معاكم 10 أهداف من أبرز الأهداف الرائعة اللي تم تسجيلها في تاريخ كأس العالم من بدايتها لحد دلوقتي. ويمكن لأن روعة الأهداف دي حاجة نسبية ممكن تختلف من شخص للتاني، فحنخلي ترتيبها من الأقدم للأحدث. 10. بيليه في السويد 1958. البداية هتكون مع مملوك كأس العالم والمنتخب الأكثر تتويجاً باللقب، البرازيل، وتحديداً في نهائي 58 اللي شهد تتويجهم الأول باللقب. وقتها نجح بيليه بمهارة فردية رائعة يسجل هدف من 5 أهداف للبرازيل في فوزهم على السويد بنتيجة 5-2 في النهائي. 9. زيكو في نيوزيلندا. مكملين مع السليساو، والمرة دي في نسخة 82 واللي وقتها فاز بلقبها إيطاليا. سجل زيكو هدف عالمي قدام نيوزيلندا في ختام دور المجموعات. زيكو استغل كرة عرضية ومن لمسة واحدة لعبها باكورد داخل الشباك في فوز البرازيل وقتها برباعية دون رد. 8. مارادونا في انجلترا. نيجي دلوقتي لواحد من أشهر أهداف كأس العالم في التاريخ، ويمكن من أشهر أهداف كرة القدم نفسها. منتخب الأرجنتين اتأهل لنص نهائي نسخة 86 بعد الفوز على انجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، ونجح مارادونا في تسجيل هدفين الأرجنتين. الهدف الثاني للأرجنتين اتسمى بعد كده بماركة مارادونا، اللي خد الكرة من نص الملعب وبمهارة فردية كبيرة روغ الجميع وسجل هدف. لما بقى يجي شبهه بقى بيتقال عليه هدف مارادوني. ورغم الهدف الرائع كان الجدال بعد الماتش كبير جدا، لكن عن الهدف الأول الشهير اللي سجله مارادونا بإيده. 7. إدميلسون في كوستاريكا 2002. نرجع تاني للسليساو، وفي نسخة 2002 واحد من أجمل أهداف كأس العالم سجله إدميلسون في شباك كوستاريكا في ختام دور المجموعات. سجل إدميلسون هدف بباكورد رائع خدع حارس مرمى كوستاريكا. 6. ماكسي رودريجيز في المكسيك 2006. نجح ماكسي رودريجيز في نسخة 2006 انه يسجل واحد من اجمل اهداف كاس العالم امام المكسيك، المباراة اللي وصلت لشوطين اضافيين في ثمن النهائي. ورغم توتر الاجواء نجح رودريجيز في استلام كرة عرضية من حدود منطقة الجزاء على صدره ويشوط بشماله فيرست تايم في اقصى الزاوية اليمنى عشان يجيب جول عالمي يأهل فريقه لربع النهائي. 5. جوكول في السويد 2006. واخيرا ولأول مرة اهداف من برا امريكا اللاتينية، وتحديدا من قارة اوروبا، في نفس النسخة 2006 ولكن في ختام دور المجموعات. سجل جوكول هدف ما يقلش روعة عن ماكسي رودريجيز على نفس الطريقة ومن مسافة بعيدة جدا. قادر جوكول يسجل هدف عالمي يفتتح بيه أهداف اللقاء اللي انتهى بالتعادل قدام السويد 2-2. 4. دياجو فورلان في جنوب أفريقيا 2010. في نسخة 2010 فورلان نجم أوروغواي ما كانش كريم مع جنوب أفريقيا مستضيف البطولة، وقدر يسجل هدف من قذيفة بعيدة المدى في أول أهداف منتخب بلاده في البطولة. وقتها سجل فورلان 5 أهداف في البطولة اللي خد فيها جايزة أحسن لاعب بأداء ممتع. 3. روبن فان بيرسي في إسبانيا 2014. في مباراة تاريخية مش هتتنسي سجل روبن فان بيرسي واحد من أروع أهداف كأس العالم في مواجهة هولندا ضد إسبانيا. فان بيرسي استغل عرضية رائعة من منتصف الملعب وطار عليها برأسية لا تصد داخل شباك إيكر كاسياس في مباراة انتهت بفوز هولندا 5-1. 2. جيمس رودريجيز في أوروغواي 2014. فاز جيمس رودريجيز لاعب منتخب كولومبيا بجائزة هداف نسخة 2014، ولكن أجمل أهدافه واللي فاز بجائزة بوشكش كان أمام أوروغواي في ثمن النهائي. استلم رودريجيز الكرة على صدره ولف وسطه بتسديدة قوية برجل الشمال داخل شباك أوروغواي. 1.
بنيامين بافار في الأرجنتين 2018. وفي آخر نسخة أقيمت من كأس العالم سجل بنيامين بافار لاعب منتخب فرنسا هدف عالمي في شباك الأرجنتين في ثمن النهائي. المباراة اللي انتهت بفوز فرنسا 4-3 في لقاء مثير شهدت أجمل أهداف البطولة لما استقبل بافار من خارج منطقة الجزاء كرة عرضية بتسديدة صاروخية داخل شباك فرانكو أرموني.